موجز الأنباء من أونلايف، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على وضعية القانونية والتاريخية للقدس. جاء ذلك خلال قمة جمعته هو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة. بحث خلالها التطورات الخاصة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد غادر الرئيس الفلسطيني القاهرة عائدا إلى الأراضي الفلسطينية. أكد الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة لن تتوانى عن إسناد أي موقف أو مسار يقرر الفلسطينيون اتخاذه للرد على هذا القرار الأمريكي الجائر. وأوضح أبو الغيط خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هناك إجماعا عربيا على رفض القرار الأمريكي وإدانته إدانة كاملة، وأن الجامعة ستتابع تحرك على المسارات الدبلوماسية والإعلامية للحد من الآثار السلبية لهذا القرار الخطير. غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة بعد زيارة ناجحة استمرت عدة ساعات. بحث الرئيسان خلالها قضايا المنطقة وسبل تطوير مجالات التعاون الثنائي، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع اتفاقية لبدء العمل في محطة الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي. ومن جانبه أعلن رئيس مؤسسة روس أتوم الروسية أليكسي ليخاتشيف أن محطة الضبعة النووية ستكون مزودة بأربعة مفاعلات، مضيفا أن أعمال الإنشاء ستنتهي بحلول عام 2028-2029. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.